محمد يا رسول الله صلى، محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. الله أحمد اسمك ساي آمنا إغركت أبا يدن فاضوما يدكتوي أدوغت إمام كتشفريل أبو بكر صديق إخوانكوت انت الشهادة ليس لما أن إمامكوت أحمد نورو أدو كلمة بل أؤمن. الله بشير بريغا بلانك قيامة شغنو لبود بودا يبون كنوا قديسة لبحثا يهو ضد بدنك سو بحينين بحثاسي بحثاسنا الله كلا بحينين بشير بريغاس بحثينا كارمناي. الله تراب تمركي للابو تاركو يرو وحتى عبتي وحتى رنسو تبعيسي توغاكي كسو قاين تقير من يطلقا تارمكو ترايان تمام نورو أذان تلك ربناي. چيدان دي عدونا آخر اللو جرمادو چيدكو چنوا چيدكو نچحي مواي جمال نورو چيدكي چننو چهي. هرت كلمة المولد كواء السلاح حفلة اللو سمية المقعن موليد ليه وحفلة نبغى لو حسيو مقع اللو سمية أموية كل كهذا بمقع عاص وبينو قفصنو موليد كي نبغى وبعد يدا إنو هرقل مقع اللو سعودسيو ومقع السلاحه اسكبح أموية مركا حفلة المركي اللي باللابي يقول ريسي قرنقي أفراد يميلها وح خلافة وميشا لقسمي كدعي مجرف مركي خلاف كدعي وح كدعي ميشا إجماع سكوت اللي لابا كدعي يعني إجماع آمسة كلكو أمضو أي شيء كآمستو وإجماع سكوت يالي ده markii dabadeedna wax ka khilaaftama la way umadii way ku dhaqaaqday xaflada la wada sameeyay mawlidkii ah kulka ka bacdina haddana ijmaac kala ka dhacay ijmaac haddana ijmaac ficili ah ayaa la yiraahaa ijmaac ficili ah ayaa la yiraahaa oo dadkii oo dhan halku wada sameeyay xafladii mawlidka la wada xusay nabigii la xusay waxa noqday ijmaac فعليا مركا على بعضنا أيها الدبيدنا كدعي هذا هو السبب تمو حفلة المولد أصل كبقى بالشديد والنبي جعيل وحكرا معها نبي جعيل كيسي أمبا حفلة وسبب نبي جعيل كيسينا وشيء وانتهي واجب أوي شيء واجب إن نبي جعلانه وشيء واجب ودينتنا كسرنا وأتاي إيمانك أسأل كي يسوي جعلك النبي قو إنه جعلنا واسلا النبي قو يسوي جعلك كهذه صلوات الله وسلامه عليه جعلك النبي قال جعل هذا يسوي كهذه وحيري والذي نفسي بيده بوري سوى كرارنا يا أيوري إلهي نفتي إذا أبوري أما قدرتي سهي سيبان كرارتي لا يؤمن أحدكم متكين مؤمنين تاي إيمان كامل لقيه المايو حتى أكون إلى أن نغضو أحب كلوغ جعليه من والد وولد يعدك الصبا والد يولد وهو البوحي اللي جعلان جري والد كوالد جعليه وولد كاجعل ولد كوالد جعلي ووالد كاجعل كل كلام هذا أنا أقول الله يجعل هذا إلى أي دعاه إيمان كاملة له ما يبود النبي سوى أول بكل حديث كشيء جي وات النبي وات أتكي هذا الك أول الذي نسي بيده لا صار دار أرجع أيو النبي كأتكي وات حديث كالوح كيري سوى أهنت هذا كالكهذية لا يؤمن أحدكم
مدكين إيمان كامل لقه الماء يمؤمنين تياي حتى أكون أحب إليه كلوغو جعليه إنتان كأهاده من ولد ووالد والناس أجمعين ولد إيا والد إيا ضدك أردن إلى أن قال الله إيجا على هذا إيمانك كامل هان ما يقول الحديث قال نساسيش هذا بالنبي قد جعل كيس وطاين وشيغنو دي إيمانك باب الله سعلا إيمانك يا ابو الله سعلا هذا جعل لقوايو أول ما جعل كوك لهاي وحول بلقى جعلان وايو إيمانك باب هل سبع لليه نبي قد محبة ديسة وحي الله حرير دا إلهي محبة ديسة عز وجل إيا لحرنا وإلهي بأن لحرني نبي قد جعيل كيسة جعيل كإلهي أيا لحرني سدو يعني مثلا بإنو إمان دونت آيات قرآن إنو شيق دونتو تاسا لحرني كل كان نبي قد جعيل كيسة ميلسو كم معها وحي احتفال كري أرمان إنو كيري أنا واجعيل كوي وحو إلهي يقول لكم أرنتا وشيغي وحو يلي أن ووليبا وقودي جعيل كلا هذه شيء كلا لقوه رمريو وحيارها لجعليها ولدك والدك حولها وضنك وحيارها فربنا لجعل هذا صاحبك وحيارها بضبا لجعل هذا هذه لقوه رمريو ويجعيل كإلهي النبي يعني هو إلهي ليه ماشا لباتا إيمان يسبو ليه سلا آياد إنو شيء دونتو لباتا إيمان يسا إيوا إن لقا جعل هذا إلهي النبي جيسا وحوال أو لجعلي هاي ورنبا لقا جعل هذا أيا آياد شيء جيسا إساقو هذا با آياد إلهي كهدي وحور النبي جو أمر سيي وحور النبي قل وحات راها بوليه إن كان هديهن آباؤكم أبياشين وأبناؤكم إنما ذينو إنما ذا لجعليا كل كدس كأوبس كل إيغو حبلها هي إنما ذا لجعليا كل كأكوي لجعلابو إلهي سوقاتي وحوري أبياشين إيا إنما ذين إيا وإخوانكم ولا لذين إيا وأزواجكم دمركين وعشيرتكم إيا سكويهين إن تاصرني أحب هذه لجعلاده إيا وأموال اغترفتموها مال أتكسبتين هذه لجعلاده وتجارة تخشون كسادها إيا بايع مشتري إنو هوسي أتكبق نيسان إيا ومساكن قريو ترضونها أجعشهن وخالكتهن إن تاصرني هذه النقطة أحب إليكم كاجعشهن من الله أتكجعشهن والرسول أتكجعشهن أشياء الله ينصوه شغنة يددك جعليها والد ولد ولال دمر وكوة الزوجات كالإلاء سكاية كالإلاء أنت صورنا يا مال يا وطن يا وحنا لجعليها وطن حداد جعلاتان أو إلهي رسولك يسكت جعلاتان يا جهاد كدينته في سبيل الله حداد كجعلاتان أو تكهرم مرسام بالوجه ذا إلهي النبي جعل كيس أتجعل كأشياء كلين صوتنا أتكهرم مرسان فتربصوا سجى وحيدكم صوص حتى يأتي الله بأمره إلهي كل كا وحين وشيغيا إنو جعيلك إلهي النبي سو اسكو حريرسان إن وحول بلغوه الرئيسيو تاسو إنو شيغيا اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن وامانا ومناسبة رنتي آذي إن أقيم له حسك النبي عليه الصلاة والسلام يموريد كيسي إن نبي جينا عليه الصلاة والسلام إننا وحسوا إنه جبهة هي مشرو
إلهي بحصي إلهي بحسكي سكر قاضي ورفعنا لك ذكرك حسكاقي كر أيا نقاد نبي الله سبحانه وتعالى إن لكن دينا غاو باهن isagu waxba alle yar waxaynu ugu tareynay inuu ugu kurineyna ma jirto inaga ayay tahay inaynu nabiga xusno faa'iideedaynu ka helayna nabiga xusidiisana waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo yahay role model wuxuu inoo yahay kudeesho wanaagsan marka aynu xusayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu uga jeednaa inaynu ku dayno oo inoo hor yaalo oo saacad kasta aynu ku salino oo saacad kasta nabigu inoo hor yaalo in hor joogo oo usbuuc kasta inoo hor joogo oo bil kasta inoo hor joogo oo sanad kasta inoo hor taagay taasoo waxay taraysaa ay tahay inaynu maxaan ku raadahay joogteyno gudeeshadiisa calayhi afdalu salaatu watasliim in nabiga taariikhdiisa markasta inaynu xusuusano weeye waxyaalo badan inuu ka baranayno taariikhda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisa iyo xuskiisa ayaa jira calayhi salaatu wasalaam markii ugu horreysay waxay uu ku soo degay يعني ملك الجبريل يمد وحا وكوري اقرا يا وران وحا ما اقري بولي كيف يا رسول الله يعني نن اخلاق دي سي اقونتي سي دنبدي سي دو عركت هاي هذا هلكي لقب الله بوحا هيد هلكي آنو إسو اقونين وحا لدي اخري مركز يولي آنو وحبا ما اخري كلا يعني تواضع النبي عليه الصلاة والسلام إنك أنا ما أنت يسقي وقفك وأنا أقوم بلا هين بالغة يا بايرو عركة اسكو شريرو وهو حيالاه ينكبرني النبي عليه الصلاة والسلام markii dambuu deeday diintiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu keenay yaani ismuu lahayn mas'uuliyadda inta leeg baa qaadaysa dathiruuni zamiluuni zamiluun yaani waxay ku noqotay maxaan ku laayf kala qaad inuu xilka intaa leeg Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la hadlo oo deedna waxyigiisa uu ku soo dego waxaa ka daran oo markii dambana noloshiisa u dhanba ka muuqatay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo diinta u weeday dagaal baa lagu qaaday xoog baa loo sheegtay yaani wax walba waa lagu sameeyay xataa markii diintiisa loogu yimid ee leeyahay juuq ma odhan kartid ee diinteeda caabud oo taayada qaado oo sanaamteeda caabud waxay waran ugu la dagaalamay maayo xoogna kuma hayo laakiin diintiinana haysta anuuna tayda aan haysto amaan aynu siin asnaan bay caabudayaan markaasuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo dejiyay qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'budun walaa antum a'buduuna maa a'bud waridukuna wixiina haysta anuuna waxay aan haysto war amaan aynu siin شخصية النبي عليه الصلاة والسلام تاسع هيد دين تسوي كبل الله متن تاسع هيد فكرة دنقلوا عن أي دين تلقى في دنيا وحوي سيرة دين النبي الله مرضو الحين لما جرن دين تسوي كبل الله متن إيه صدى تاعي إيه وح وح كيان متقال النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تسمى الله جراعي أول الدين أول الطمي هو حلب اللجسمي هذا نوح مر والبكرها كفوا أيديكم أيا إلهي قرآنك كلها سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة إسكت داية قعمين هذا قال من الجوب waxay gaadheen leeydaado maxaan ku lahayn nabiga war heede deeqirqir baad nagarisay oo tijaaradeed iyo ganacsigeed iyo nidaamkeed iyo siyaasigeed oo dhanba dhinac kale aad u rogtay oo fuqaradii baad cirka maraysay oo sumaawo geysay xagga sare niman deed daliiliin ahaan agteeda aan waxba ka ahayn systemka gabigiiba waad bedeshay kaala heshiin nabiga ku yiraahday haddaad xoolo doonaysaa aan ku siino haddaad dumar doonaysaa aan ku siino haddaad boqor maxxaj doonaysaa aan ku siino nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxaas oo dhanba anuu nin u yimid maanahay xataa markii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam loo sheegay wuxuu wallaahi aday dayaxa saaraan gacantayda midig cadeeda saaraan dayaxana saaraan gacantayda bidix in aanan amarkaa bidqana ka tegin halka maanta dad badan oo maanta anba culimo isku sheegaya anba siyaasiin isku sheegaya anba qaada isku sheegaya uu shirinku kala weecinayuu kala wareejinayo يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوضح الدين نون يروح بين لقى تصو لقى يبقى دين تيسي من الدين تيسي وما الدين تيسي دل كيسي بينو بيبيو نبي كاسوها يا هذا هالك عارض قاع إس إن أنا من ذك تجين أمريكا كتجين أمام بوسية يجي وحما وروحي نوت وحي جي دايم لقو ما الدين نبي واقيه جرودي أرض الحبش ممكن ما يروح تجواي إلا يتوبي بدع اسمه كطلاب بدأ الناس كطلاب وإلا يتوبي يتك وبعان غير دين تيسي كلهم بحصل كوسي ويكيد بتجين يا سو إيربي إلى هذين يا markii dambadeedna uu gar qaaday boqorkii markuu arkay deynta quraanka uu wadaa carabi ay iska natirayso ee deed ka hadlaya waxyaalo aanu nabigu ogeyn oo diimihii hore ah ee ilaa nabi ibraahim ilaa nabi muuse ilaa wixii uu ka hadlayo oo maryama iyo ciise dhalashadiisa uu ka hadlay masiix buu ahaa ayuu yaabay oo ruuxan waa wixii ilaahay soo dejiyay wax ciyaar ciyaar ma halkii magangeliyo nabiga laguma dayn xataa turkiyo dhan baa la yiri kaalaya oo bataqaanaa la ooday oo reer bani haashim oo dhan baa la yiri aan laga guursanin waa si nabiga loogu xumeeyo hadda badidoodba qaarkood muslim maa adeerkii baan muslim ahayn haddaad naga qabo weyday kaa guursan mayno kaa gadhar mayno magaalada ka baxa cidlaa karad waa la karantimay cunto waa laga iibin waayo waxaasoo dhan wuxuu ahaa nabiga darti haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam kaba tegin markii dambe uu ka hijrooday uu ka tegay war diintu waxay ku dhibisatay raxmad bay ahayd
هرت النبي جوا كا وحاين وكبرنا إننا وحويين إن الدين تعم في الحين إنه النبي متواضعها إن الدين تاني رحمة هاي إن الجارية مسلم بأسود دكتي إن محاك ولا وانا جودي هجا كنتوا ضعوت مخاطوا كا أو محاك ولا قف كاسو هرتشي ذا كفر تذكر مسلم كاهين وحين النبي محمد كيلادين هذاني يركب قادنا أبو محاك ولا ضاي جارضة هاي دي علمية كرت دولة وعند سوق هذا كرانيك لورين شري مايكل هات نكاسوها وأقويان مريكرا oo ku takhasusay cilmiga loo yaqaan maxaan ku raahdaayay ya astrophysicsiga astrophysicsigu waxa weeye waa cilmiga lagu barto maxaan ku raay samaawaadka iyo dhulka ee xagga physicsiga iyo chemistryga laga eego haduu leeyahay haduu de maadad yahayba ee lagu baaro wuxuu ka sameeyay cilmigaas ku takhasusay ninkaasi marka in Michael Hart waa asalkiisa waliba waxa weeye waa nin yahuudi ah waliba wuxuu kaga daray yahuudinimada waa dadka cadaanka ah ilaahada superbeyno umada intiisa kale oo dhanba way ka horeeyaan oo ololeeya ayuu ka mid yahay buug buu qoray 1987kii buugiisa waxa la leeyahay boqol karina adduunka ugu horbarsan ilaa taariikhda intii taariikhdu ay ogtahay nabiyo maxaan ku raay xukaan boqorro siyaasi whatever boqolkii nin buu ayuu darajay uu say u kala horeeyay saar waxa uu arkaa markaa ninkaasi Michael Hart nabi maxamedin uu ahaa koow haday ambiye noqoto haday boqorro noqoto haday siyaasi noqoto ninka darajada koowaad leh sababta uu markaa ku bineeyay waxa weeye waxa uu arkay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam inuu xaqii siyaasadda iyo xaqii maxaan ku raadahay nolosha iyo xaqii maamulka top cid ku gaareysa aan san jirin iyo xaqii dhaqaalaha iyo noloshan loo yaqaan secularka ee inday ilaahayba ka fog aan ilaahayba yadoon la eegin haddana deer noloshii la hagaajinayo horumarkeedii dhaqaaleheedii siyaasadeedii iyo maxaan ku raay ciidankeedii wixii oo dhanba inuu maxaan ku raadahay ahaa number 1 xagga ruuxigana hadalkeeda badan ama diinta iyo akhlaaqda iyo qiyamka sasarana inuu labadaba isagu u kulmistay waxa kamida dadka ka hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo in soo qaadan karaa maanta ninkii loo oran jiray Julius Messermann ninkaasi wuxuu ahaa waa nin maray kara oo maxaan ku raahdaayay imika uu dhintay laakiin buug buu qoray isaga laftiisu wuxuu ahaa qolooyinkan maxaan ku raahay psychoanalysiska yaqaana cilmi nafsiga dadka yaqaana buu ahaa waliba maxaan ku raahay ururka cilmina maxaan ku raahay aqoonta maxaan ku raahay nafta ee maxaan ku raahdaayay Mareykanka ayuu madax u ahaa sanado fara badan waxa uu leeyahay halyeeyadu waa inay la yimaadaan markuu tilmaamayo isan qiimeynaya dadka kale sureeyay ninka halyeeygii buu yiri dadka halyeeyadii waa inay saddex arrimood la yimaadaan buu yiri koow waxa ka ah yaa hagaajinta xaalad nololeedka dadkooda inay dadkoodii horumar iyagu u sababihiin ay keenaan ninka hoggaamiyaha waxa lagu gartaa inuu dadkiisa horumar la taaban karo gaarsiiyo waa koow buu yiri laba inuu suga buu yiri nabadgelyada dadkiisa oo aanay dad maxaan ku raasi yaro dhib yar loo qaadan karo amba loo dareersan karo amba loo dhibi karo amba iyaguba noloshooda nabadgelyadooda dhibi karo amba cid kaleba dhibi karto aanay noqon in nabadgelyadoodu usugo ayaa kaalinta labaad buu yiri waxa kaalinta saddexaad buu yiri inuu keenay amba uu keeno qofkaasi wax dadkiisu ay wada rumaysan yihiin oo ay ka midaysan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin aqoon falsafad ay rumaysan yihiin oo ku yar iyo ku weyn la qiimo la leh agtooda oo aad ay ugu dhagan yihiin inuu ninkaasi la yimaado saddexda arrimood marka aynu sheegno ayaa ninka la odhan karaa buu yiri waa haliyay saddexda nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam cid ku gaari kartaa saddexdaba ma jirta buu yiri xabiibka maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi sida ilaahay u maamuusu u karaameeyey intaan aadam la abuurin horteed markii lasoo diray iyo macsharka qiyaama sida uu ilaahay u karaameeyey u maamuusu u sharifay nabiga maxamed salallahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam waxaan nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam karaameyn iyo sharaf ugu filan inuu ilaahay ku xusay intaan aadam la abuurin oo ay ku qorayd qawaa'im alcarshi arshiga tiirashiisa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah markii nebi aadan khadiyadu ka dhacday ee jannada laga soo saaray ee uu ilaahay weydiisanayay dembi dhaafka wuxuu ilaahay ku weydiistay inuu ilaahay ugu dembi dhaafo xaqa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam sida xadiisku inoo caddeeyey ilaahay aadam wuxuu weydiiyey uu yidhi mabaan abuurin maxaad ku ogaatay addoonkayga muxameda ee dembi dhaafka iigu weydiisatay inaan kugu dembi dhaafo aadam wuxuu yidhi yaa rabbi markaadii abuurtay eed ruuxda igu afuuftay sidaa samada u dayay waxaan ku arkay qawaa'im alcarshi tiirasha carshigu ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah aadam wuxuu yidhi waxaan gartay halkaa addoonka aad magacaagii magiciisa ku dartay inuu xabul khalqi ilayka yahay
وحو إلهي آدم وجوابي إنه صدقت يا آدم بدرهم بعض شكته وإنه أحب الخلق إليه مخلوقا أبوري كان وجود شعيل كبدنا هيوي صلوات الله وسلامه عليه النبي آدم مركي إلهي أنت أقوي دستين إلهي وقدم بدافعي ولولا محمد ما خلقتك يا آدم بإلهي أدوني شرينكم أبا أبورين آدم حبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل نشأة الآدم سداسة إلهي رحص أمة موسى مركي أصادرين أمة موسى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يظل إن لي هيل إن أدبني إلهي أدبته إن هكاتشين أيوه أو أوامر النسيين يبوح القرآن كيس كريم كأكويل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ورهذلك كره وققاذنا هذلك يعني عدك رسولك dawaqiisu intu gaarsiin yahay ka kormarinno haada u dhawaaqina rasuulka agtiisa waxaanu wali ba taadignin leeyno raaciyay in hadaynu sida yeelo ana taxfada acmaalku ma antum la tashcuruun idinku aan dareemahayn in acmaashiinu dunto acmaashu inay ku dunto hadalka rasuulka hadalkaaga kor uga qaado ayaa ilaahay inooga digay subhanahu wa ta'ala qolo kale ilaahay uu amaanayo wuxuu riin ladina yaquduna aswaatuhum inda rasuulillahi ulaaika alladina amtana allah qulubahum littaqwa كو الرسول كأكتيس هذا الكود هاس الرجية احترامي النبي جوينين يتعديمين يا إلهي كوا قلوبته دوت جعليسية تغوت جعليسية بإله سبحانه وتعالى وح النبي محمد أمانه قفلا صلوات الله وسلامه عليه مركو إلهي قرآن كيس كسود تجيء ويلي وإنك على خلق عظيم نبي الله وحد هذا هاي طبيعة أبوه ناكسني أبوه إن بإلهي كسيء حبيبك محمد مركي الله صادرنا إلهي سدا سو مقام كيس كرؤي علي oo u dadnimadiisa iyo diinkiisa ba kor u yeelay marka nabigeena maxamed uu fiirsatay waxa ilaahay fadli siiyay wakaana fadlullahi alayka azima ba ilaahay fadliga ilaahay nabi ma allah ku siiyay korkaaga waa mid ku weyn nabigaas sadaynu in yarta taabano sifaatki xabiibka sallallahu alayhi wa sallam akhlaaqdiisi dadnimadiisi dulqaadkiisi biqsinimadiisi taacadnimadiisi dad jacaylkiisi sabirkiisi zuhdigiisi naxariistiisi badnayd furfurnaantiisi dabacsanaantiisi reem xiirintiisi raganimadiisi tawaaduciisi yacni dadnimada ilaahay ku dhammaystiray nabiga maxamed sallallahu calayhi wasalam ma dhaymantu dhagaxa siday ku dhextahay sidaasuu maxamed basharka ku dhexyahay sallallahu calayhi wasalam isagoo ilaahay wuxuu alla wuxuu weydiista uu siinayo isagoo sujuudsan bay gaaladii dheer dul dhigeen oo uu u dulqaadanayay tiqsinimadiisi waxaa ka mid ahayd caaisha radiallahu tacaala canha umu lmuminiin waxay tidhi habeen habeenada ka midaa neef gowracanay tiri neef baan qalanay ehelkii nebigu neef buu qashay sala allahu calayhi wasalama ehelkii nebigu neefkaa kama helin garab waxaan ahayn garab keliya ka helen intii kaleba nebigu wuu bixiyey tiqsinimadiisa waxaa lagu qiyaasaa ninaan weligii ka baqayn dibbaad waxu waayi doontaa siduu wax u bixiyo haddii buurta wuxuu doo dahabay ilahay caawa gacantiida soo geliyuun yidhi nabigeena maxamedi sala allahu calayhi wasalama waaguyigama baryan wax diin laygu leeyahay mooyaane dad jacaylkiisi siduu dadka u xidhiidhinayay ee uu raximka u xidhiidhinayay ee uu dadka isugu soo dhoweynayay ee uu kalgacayl iyo maxabe iyo raxmad u dhalinayay dee waa taa axaadiista rasuulka iyo siirada rasuulka ay noogu dhammaystiran yihiin xagga zuhdigiisii haddii in yar la taabto nabiga maxamedihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa bataaxa u dulmaraya dooxyada ayaa odhanaya yaa rasuulullah dahab aanu kuu noqonno waa ka diidayo wuxuu lahaa waxaa iga khayr badan yowmun ajuuca fa asbara wa yowmun ashbaca fa ashkura maalin aan gaajoodo sabro iyo maalin aan dhargoon shukriya ii dhaanta haddaba dooxii bataaxyadii madiine iyo maka dhexdoodee uu dulmarayay baa sidaa ka codsanayay baasuu ka diidayay isagoo dhexda gaajo dhagax ku xidhanayay mararka qaarkood dabacsanaantiisa iyo hufnaantiisa waxaad moodaysay nabiga maxamed oo majliskiisa marka la tagay la ag fadhiyo asxaabta nin waliba wuxuu dareemayay wuxuu moodi jiray inuu isaga si gaara u ixtiraamayo waa dunta san ee ilaahay ka abuuray nabigeena maxamed iyo dadnimadiisa ayay tilmaamaysaa walaalayaal naxariistiisii haddaad u fiirsatana qofka gaalnimo ku dhintay toobadu ka xumaato ee isagoo aan muslim ahayn dhintay nebigu wuu u walaaci jiray wuu u warwari jiray waayo wuxuu arkayay makhluuqii loo soo diray qof ka mid ahoo isagoon risaaladii qaadan qabdihii ilaahay ku dhacay yacni wuxuu u naxariisanayay makhluuqa ilaahay oo dhan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina buu ku sifaysnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kale wamaanaan soo dirin uu yidhi rasuulka maxamed ee naxariis uu caalamka u yahay caalamka waxaa la yidhaha wixii maasi wallahi wixii ilaahay ka soo haray malaa'igtu naxariis u ahaa jinku naxariis u ahaa dadku naxariis u ahaa jamaadaadka cirka iyo badda iyo buuraha iyo dhagaxaanta iyo waxaad garanaysaan oo dhan naxariis ilahay uu soo diray buu ahaa waxaa ka mid ah inay dareemayeen naxariistii ilahay nabi maxamed inoogu soo diray dee awrkii u dacwoonayay waa ogeydeen walaalayaal ee uu ka cabanayay in xamil badanna la saaro ceeshka la siiyaana yaryahay deeradu waa tii u dacwootay ee tiri yaa rasuulallaahi addoonkani
هو يسوق قبضة إنه يقشو الدون يا أنا عرور بن شخصيني أنا صار نقد إيه أنا صار شخصية إيه طبعا أنا قاعد إيه كفر فرونة بقصدي كفر فرونة الحريص تي سوسيدا سي مخلوق إلى هيردن جيني إنسي وحنولي وحنولين حيوان كا جيدها سدا سي وقاعد سي سنيد أو وبن حريص سنيد وقط القادني وح أخلاقه في النبي إنه محمد إنه حديث رسولك لقى وريوس وكان كل شيء ويلي أذبني ربي فأحسن تأذيبي ربي جيبا يدبستو أذبتي إذا نوناجستي حمان مول هاي النبي إنه محمد حدث تجمع أقون حقد تجمع أقون حمان تجمع أقون ورحمد تجمع أقون على الرحمد تجمع أقون وريج في حمك ما يدعين وحاسد إنه والله قد ظهر يوم على من شرح لك صدرك وكي إلى هيلي سواء يرعى روس بيان العيارة يا ملاك له صدر لابك سواء كسرن حمان قبضك وحي هل كي قبل لهيد هل كي على الحمية لين لهيد هل كي قفوا عرون لهيد هل كي وحست لهيد بوا الله كسر الله كشيء هاي نظيف والله حري الضون إلى هاي أبو رستيسة ولما يستري رجل كاملة أي إلى هاي كده جاي دكتور بوي نوع هاي وسيدا ونوع تربية ذي نيو عند هذا سنة عن نوع نوع شيء جاي سيدا أنا سيحني نوع شيء جاي حتى أتكود ده يستوت سنيه سار راعد ولي جاب كون ميسي بركي لقي يا أبي أصحاب تيسو إلى يقون دووي عن إنه إيش كعف ما تقبان هتنا أي دكتور وين يقول ده بقى شيء عنا بيقول حكمة دي سي وين هذا اللي وده هاي ويقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا نأكل لا نشبع وقاعد ده نوع عف ما تلاقاته ويقول أنا قوم أنا هين قلو وحنا إلى أي كاتشودان أو باهي ناقة بطلن ترى فكان عندنا كم درج نبوري قواعد دخترني ماذا والله قاطعين معلم بوه هاي وصدوا تدخل حب رأي دوي of teaching كلاقة تدني the order سيدي نبيجي وحب رأي سيل لم يدولي لم هاي وح معلمني ما وح education أنا وح لقول تواء أخلاقيات كرسولك وحب رأي وح لقيت ديكتي وقامي وهاي أمة الإسلام هاي سدوه وقامني إيه وأنا جوجو وقامني حمانتنا وقريبي واحد كرني صار سدوا ولا معاملي حتى كتبت الرجال فوالله قال يا قال هذا الجهاد كوك قاضيه كوه بري أصحاب تيس صلوات الله وسلامه عليه سد ولا تعامله يعني عرورته الله يني نبوي حوين كه الله يني نبوي هذا وكوي قال دي اللي تكلمي راهبين تكو متكنيس ده كتير مكنيس ده كتير بادرية كريستان كه هكود دي نبوي مكنيس ده هكود دي حتى وح كلا يسكت ده النبي جنوا حسوا حقوق ده حيوان كي يجي ده أو أصحاب تيس كتر داري قال كا يستيل يعني عدو جيت كوك هاصله أنا سيفت جيت كي قال كلي سلك وين الله كلا فيها بقى جيت كويه الحيوان بقى كنور ده تكون فعيا وادير إلى هاي أبوري سنا سوق حقوق ده حيرش ده قال إيه والنبي إنه محمد صلى الله عليه وسلم عليه نود شيء مركز أكتر من هذا خلاص أرتكلا ده جنيف لقوا قرية جنيف كونفنشن لا حقوق ده هذا ما إنترناشيونال ديكلاريشن كلا جس هو صاري مركز أنا إنه وأنا أوفير سنو حقوق ده إني والنبي قد قال ده إنه أقول دقي جنيف كونفنشن وما بعهنين أدوية ده ما بعهنين ثاني بيجي نقاط ثم بابعك أنت عادي قال يسبب لما أركي حبيبك محمد الكوبي كريمين وحي لهي وناكسي إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق بالنبي وروح كلا لي مسوترين وحلاي صوتري أنا أنتام يلا أخلاق ذو وناكسن هدي وناكو تلمان لي حي تقسنيمو طلقات صبر ضدنيمو قاعدنيمو هدو وناكو تلمان أون لي حي نبينا محمد أبا علن كوسيد صلى الله عليه وسلم إنك شرف بين نوت هاي فان فان بين نوت هاي رين رين بين نوت هاي حمد النق أينان كوبي كرين إن إلهي أين أقوم هاد نغنا إن إلهي إن جي إلي أمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلهي صادر إن تاسا إن أقوف فلان نعمة وكفى بها نعمة نعمة تاسا إن أقوف إن أقوف فلان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سورة يونس آية سديد يكونتناد إلهي تبارك وتعالى وحكوير وحاد كتر هذا النبي محمد بفضل الله فضلك إلهي يا ورحمته رحمتي فبذلك فضلك يا رحمتا فليفرحوا فرحان إلهي تبارك وتعالى سيدنا عبد الله بن عباس أو فسير أي آية سيوحي لفضلك إلهي وآية كشيك يا وعلمك رحمته إلهي شيئنا تبارك وتعالى والنبي محمد وواك إلهي تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما ننصدر النبي محمد إلا رحمة للعالمين موياني وإلهي باب النبي صلى الله عليه وسلم رحمته إلهي ومخلوقات كأردن والرحمة يا إلهي سبحانه وتعالى كت المامي إذن إلهي وحور قل بفضل الله فضلك إلهي وعلمك يا برحمته رحمتي سأو النبي محمد سدا ترجمان القرآن بو كفصري إلهينا النبي محمد رحمتك الشيقي فليفرحوها كفرحان إذن نبي محمد ولا ليال إن أين كفرحنا صلى الله عليه وسلم وأمر رباني واتي
إن كيلو رنجري أبو لهب رسولك أديرك صلى الله عليه وسلم قال لماذا قل انتي ما لنتي النبي قل شيء أيا قبر أدونا أولهاي الأورنجري ثويبة أيا أتمد وحي كتري ولا لك عبد الله إنم بالله لا أولا شيء بكتري وما لنتي رسولك أولا شيء صلوات ربي وسلامه عليه وحو يري حرباته بشارة أي أبشاري سي فرحضو كفر حيب أحري ولا ليال كدبنا سيدة صحيح البخاري كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم كسوغا وحلق خفيفيا أبو لهب عذاب كمالين كستؤو إسنين محلق خفيفيا فرحدي وحبيبك محمد مالين تكفر حي أو أدون تأحري فرحض الرسول كفر حي أوجد حديث كاسي صحيح أولا ليال يعني خبر كاسي لقصو وريني أبو لهب أن صحي إن ولاشهد رسولك كفر حي صلى الله عليه وسلم أدون تانا أحريي لوغ خفيفي عذابك أي حافظك ويناء الحافظ ابن ناصر الدمشقي رضي الله تعالى عنه كتاب موليدك وكقري أولا مولد السادي في مولد الهادي أي كد لشدي مركاسا وحا يري حديث كاسي خبر كاسي وحا دليل أيهي إن رسولك صلى الله عليه وسلم موليدك صلى دقي كارو الله غفر حي كارو بل قبيب صوقاتي إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد وعرادوك سقالي حي أو لبدي سقع منا أي خسارين حالقوا يهي كي نار تشحيمك واريا أي صارورتي أو أي أنصحتي إن مالين كستو إثنين اللقى خفيف عذابك محمد صلى الله عليه وسلم وكفر حي أوقيد وحرف ما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا محاد أمالين يسابوا لي أدوك عمري سؤالا أهادي كي نبي محمد كفر حسن ee wadibana abu lahab gaalnimu ku dhanta ku dhintay isagu muuminnimo ku dhinta xaalad uu yahay ki ilaahay wixidaya tabaaraka wa taala wa xamaluhu uu yahay inuu ilaahay jannatu naciim ku abaalinayo sida uu yiriba xaafidki weyna sayyidul qurra al xaafid ibn al jazari kitab mawlidka oo uu leeyahay urfu ta'rif bil mawlid al sharif ayaa wuxuu isaguna xadiiskaas khabarka u dalishay oo uu yiri malaha ay u maleeyayna waxa weeye xaqiiqa أهان أبال كيسو قفكاس إنو جنات النعيم نقضو له تبارك وتعالى كأبالي إذن صداعات أركي صباح فاضي إسلامك سيد القراء ابن الجزري يا ما تأراني تشويت بان أقالنا أما قراءات بان أقالنا لكم ابن الجزري كقادنين أما أنكبرني كتب تيس حفاظ الإسلام كاسدا أدلشنيس وأفهم ميسا إن لو احتفالك للرسول صلى الله عليه وسلم لبدا الرماد حفاظ أي نخشيني لبدا دا كتاب ابن الجزري أبا وحاكسون نقلي الحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنه وأرضه كتاب كيس الحاوي للفتاوي جسك كواد أي رسالة كلية هي ليرة حسن المقصد في عمل المولد أو لبدا بهالك كقصون نقلي صفحة لبدا قل يصدر ويسجل المولد كي صوغ هضل هذين آيات عسي يكفر حد حديث كاسي وأنا أقول لأن عيسد الله كفر حكار أي رسول كل وجود بالدق كار كرافنا آيات كلا إلهي وحول تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كورمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي وعزروه ويني أي ونصروه أجرجاري أي راعي نور كم عيسى للسودتي أو قرآن كا أولئك كواسهم يو المفلحون وكو الليباني إذن إلهي تبارك وتعالى هل كاوحا ضدك الرسول كرمية قضب كلابات سيدو كالانا ويني رسولك وعزروه ويني إذن رسولك وينينينا ولا ليرسلوات ربي وسلامه عليك.